السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بقناة عفيفة للتكييف مع سلسلة نصائح حاملة لأعمال التكييف المركزي. في الحلقة السابقة كنا حكينا عن كوع الريحة بي تراب وأهميته وطريقة تركيبه وتفصيله حتى نضمن عدم رجوع روائح من خط الصرف الصحي لجهاز التكييف المركزي تبعنا. اللي ما شاف الحلقة بحب يشوفها، بإمكانكم تضغطوا على حرف الآي حتى تشوفوها. خليكم معنا. حياكم. مقاول التكييف دائما بيحكي لنا وبيكتب لنا في العقد وفي عرض اسعاره استخدام زوايا حديديه مدهونه بدهان حامي للصدى او مانع للصدى. هذا كلام جميل وممتاز، وبيستخدم لي زاويه حديديه فعلا مدهونه، قد يكون اللون الفضي، قد يكون لون احمر اسود، برايمر بينت اللي هو على بني. هذا جميل جدا، لكن السؤال اللي لازم نساله لنفسنا ونساله للمقاول: هل قام المقاول بتنظيف الزاوية الحديدية قبل ما يدهنها؟ أنا لما بشتري الزاوية الحديدية من التاجر بتكون تخزنت عنده وتخزنت في مستودعاتي أنا، فطبعاً الصدى بيبدأ يظهر عليها، والصدى زي ما احنا كلنا عارفين هو سرطان الحديد. مفروض المقاول قبل ما يقوم بعملية دهن الزاوية الحديدية ويركب لي إياها ويعلق الدكت عليها، مفروض الحقيقة إنه يقوم بعملية تنظيف للزاوية الحديدية بحيث تكون بالشكل هذا، نظيفة جدا جدا مثل ما خرجت من المصنع. بعد ذلك يقوم بدهانها، ما يجي يستخدم للزاوية مصدية يدهنها زي اللي بلبس واحد بشت وثوب وغترة وعقال وكشخة، وهو في الآخر الرجل هذا بعيد عنكم وعنا وعن السامعين مع مرض خبيث، لأنه ما عالجنا المرض أصلا واستأصلناه. فمطلوب من كل مقاول قبل ما يستخدم الدهان أن ينظف الزاوية الحديدية بالشكل هذا، أو يستخدم شيء أفضل من هذا كلياته، يستخدم زاوية أو سي شانل مجلفني أصلا، galvanized steel channel. هذه مش بحاجة لدهان ولا بحاجة لتنظيف، لأنه الصدى ما بيوكلها. ولما بقص الزاوية أو سي شانل الأطراف تبعها برضو نفس الشيء مجلفني، فما راح يوكلها الصدى. إذا عملت خرم بالزاوية ما عالجته راح يتسبب بالصدى، لكن slotted channels هذه بتريحني من كل هالبروسس. تكلفتها أعلى شوية لكنها ما في شك أفضل عندي وتبقى صحيحة، ما بيجيها صدى، ما بحمل هم في يوم من الأيام إنه الصدى يوكلها وطيح توقع وبالتالي الدك تبعي يقع برضه. نقطة ثانية بهمنا نحكي فيها: الخوابير الحديدية اللي بيستخدموها المقاولين. في عدة أنواع من الخوابير الحديدية اللي ممكن المقاول يستخدمها. هذه الخوابير الحديدية زي ما احنا شايفين بتفتح من الأربع زوايا علشان تمسك بالخرساني. إذا كانت ضعيفة راح تنكسر، لما تبدأ تفتح راح تنكسر من هنا. لذلك لازم يكون الحقيقة مستخدم أنكرز أو خوابير حديد من النوع الجيد الصلب اللي قابل لأنه يفتح دون أن تنكسر، سماكتها بتكون أفضل من سماكة النوع التجاري. هاي من النقاط الهامة جدا اللي حبينا نلفت انتباهكم فيها. نتمنى انكم تعملوا لايك للحلقة اذا عجبتكم، وتعملوا شير لأصدقائكم اللي ممكن يستفيدوا منها. شكراً.